Jangan lupa like Pakji Channel. Mantap. Banyak sekali nasinya ini untuk kegiatan istighosa. فما ترك الذين وكفر منه الكفار وكان لما سهول على شوك ولا سفرة يمشي خافيا في الشوك والوعد يدب الأنانير على يمشي فيها وإن قد استمرت رقما ترى المتن فرما فورة الهسيس من شاتئ والله ما شربت حتى قيل لي يا عبد القادر رضي الله عنه الفاتحة. بعنك عليك شرب وما أكلت حتى قيل لي بعنك عليك كل وأما الحاجبين أردت بيدك طويلة أريد الصبر نعيب البدن ومع القائم دعاء والذكر سميرا والبكاء شهد غداء والمشاهدة شفاء وآدم الشريعة ظاهرا وأوصاف الحقيقة سرائرا وتم تفويض والموافقة مع التبري من الحول والقوة وطريقه تدريب التوحيد وتوكيد التقليد مع القبول في موقف العبودية بشر قائم في موقف العبدية لا بشيء ولا لشيء. وكانت عبوديته مستمدة من الكمال الربوبية فهو عمدها سماعا عن مصاحبة التفرقة إلى مرافقة مع لزوم أحكام الشريعة وفضائله رضي الله عنه كثيرا وأحواله أطهر من شمس الظهيرة وكانت وفاته لا